مرحبا. أهلين، كيفك نارا؟ نارا بدها تحكي معك مشان تعتذر منك على الفصل الناقص اللي عملته فيني وفيكي. فصل ناقص؟ ايه، بخصوص سفري. برافو نارا، برافو. برافو نارا. طبعا برافو، لأني قدرت تقنعك. تقنعني؟ نارا أكيد رح تكون محامية عظيمة بالمستقبل. يا عمي فرخ البط عوام. ممكن أفهم شو القصة؟ مرة التقيت بنارا بمكتب الأستاذ نبيل وصرنا صحبة من وقتها، وقالت لي إنها بتتمنى تصير محامية ناجحة مثل بابا. إيه؟ إيه، قلت لها إنه المحامي الناجح لازم يكون عنده قدرة على الإقناع. إيه؟ سألتني وقتها كيف ممكن أثبت هذا الشيء، قلت لها بس تيجي الفرصة أنا بخبرك، وبقينا أنا ونارا نتصل ببعض لحتى إجت هالفكرة بالوقت المناسب. الوقت المناسب؟ لما قالت لك ماما إنه بنتك نارا اتصلت، قلت لحالي هلا الأستاذ عادل بده يستغرب اتصال بنته. وقتها لمعت الفكرة بذهني واتصلت بنارا طبعا قبل ما انت توصل على البيت، وقلت لها هاي فرصتك يا نارا، اذا قدرت تقنعي ابوك بهالقصة بتكوني فعلا محامية عظيمة، ويظهر اني قدرت تقنعها. مبروك استاذ عادل، عندك بنت شالت ذكاء. مبروك نارا، نجحتي بالامتحان. وهلا اسمحوا لي انتهز الفرصة واعزمكم على حفلة خطوبة. بابا في واحد بده يحكي معك. الو بابا نايم. طيب الو تيتا، سوسن ما بدها بابا، بدها تخطب واحد تاني. لي 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 لي
ان شاء الله الف الف مبروك. هي نبيله فرحينه معك. سوسن بدها تخطب. بدها تخطب؟ ايه بس مو عادل. مين سوسن؟ شو نسيت؟ اللي كانت عم تتدرب عند سهرك. ايوه صح سوسن. الو انسه سوسن، انا نارا. اهلين نارا. اهلين حبيبتي. اهلين. انا بدي اقول لك ميرسي على الموقف الشجاع. بالعكس حبيبتي، ما عملت شي محرز. كمان مبروك على الخطبة. أنا خطبة؟ ما في لا خطبة ولا شي. ما في خطبة؟ لكن ليش هيك عملتي؟ ليش هيك عملت؟ حركات. بابا ممكن تتركيني لحالي؟ بابا بس بدي ما بدي اشوف حدا ولا احكي مع حدا. اتركيني. بابا بس. الو جدو، خالته نادية عندك؟ الو خالته الحقيني. اهلين نادية. اذا كنت بالسيارة تعال معنا. هلا ما بقدر نادية. طيب معناتها اركون السيارة على جنب واسمعني منيح، لانه الحديث اللي بدي احكيه بده شوية رواق. تفضلي. سوسن ما انخطبت وطول الوقت كانت عم تتستر على نارا مشان ما تعلق مشكلة بينك وبين بنتك. طيب أنا جاي لعندكم فورا. أنا مستعدة أروح أخطب لك ياها. أمي قصدها أنه تسهل عليك المهمة وتكسر لك الأحراج. أنا قصدي اللي قصدته تماماً. أنا مستعدة أروح أخطب له ياها. مرت عمي، أنت مثل ابني يا عادي. يا نار. نارا شو عم تعملي هون بابا؟ بابا أنا بروح بخطب لك ياها إذا بدك. اطلعي بابا اطلعي وبعدين بنحكي. جاي من غير موعد وما اتصلت. اهلا وسهلا فيك، البيت بيتك. تفضل استريح. سوسن موجودة؟ رح اشوف لك اذا فايت.
استاذ عادل. اهلين سوسن. شو هالصدفه استاذ عادل؟ كل ما جيت لعنا نكون عم نطبخ يا رمزي. عن اذنك رايح اكمل شغلي. اذنك معك مدام. تفضل. شو خطيبك بيحب اليلانجي ولا الظاهر انت حابه تعوديه على هالاكله من اولها؟ على فكره جايتك لعنا ما كثير مناسبه لانه يمكن يجي هلا. عظيم عظيم، فرصه لاتعرف عليه لانه بصراحه حابب اتفرج على هالرجل المثالي اللي وقع اختيارك عليه كزوج للمستقبل. ليش حاسستك عم تتمسخر؟ انا؟ بالعكس بالعكس. ما قلتي لي طويل ولا قصير ولا مربوع؟ في هيك شيء. سمين ولا نحيف ولا نص نص؟ تقريبا. أشقر ولا أسمر ولا حنطي؟ نص نص. عيونه زرق ولا خضر ولا سود ولا بني؟ في هيك شيء. وضعه المادي يعني هو غني ولا فقير ولا ميسور ولا ماشي حاله؟ إلى حد ما. بس متعلم ولا مثقف ولا لا هيك ولا هيك؟ أرمل ومحامي ومثقف وعنده بنت وقد أبي، عجبك ولا ما عجبك؟ قد أبوكي؟ معقولة هي سوسن تتجوزي واحد قد أبوكي؟ هي آخرتك؟ قلتي لي أرمل ومحامي. لك سوسن هلا أنا قد أبوكي؟ تقريبا. سوسن انت احلى كذابه شفتها بحياتي. نارا قالت لك؟ نارا توسطت لي عند خالتها، العيله كلها صارت عارفانه بالموضوع. العيله؟ ايه مسكينه ماما نبيله، قال هي بذاتها بدها تيجي تطلب ايدك. ماما نبيله؟ يعني هي بمثابه ماما بغياب اهلي. بمثابه ماما. العيله كلها متشوقه تتعرف عليكي. العيله كلها؟ سوسن رح تحبيهم كثير. هلا امك بذات نفسها رح تطلب له اياها، شو هالاريحيه هي؟ ما بعرف. يعني وهالاريحيه بتنطبق على كل الاسهره؟ لا، على الارامل بس نجيب. ايوه الله يطولنا بعمرك يا مجدة. لك عم بمزح معك. قال بتطلع قدي؟ اكبر منك بكم سنه. حلوة؟ بكره بتشوفوها. هلا من كل عقله عادل بده يعرفها على عيلة؟ يصطفل. ونارا شو رأيها؟ عمو عادل ما تصرف بشيء قبل ما ياخذ الاوكي من تيتا ونارا. هلا لازم يعرفها على كل العيلة لحتى ياخذ الاوكي؟ والله هي سمعت. شو ماما؟ زعلانة لأنه عمو عادل بده يخطب؟ مو زعل. لكن شو؟ جكر. هيك شيء. من حق عادل إنه يخطب، ومن حقي أنا كمان إنه أتجاكر. الله يرحمك يا ليلى. فعلا ما بتروح غير علي بيروح. بس اصلح كنت تقولوا قدام امي انه انا متجاكره؟ هو مو جكر بمعنى الجكار، بس يعني بدكم تقولوا في غصه، يعني ما عم تنبلع معي. هو مو ما عم تنبلع معي تماما، بس في صعوبه بالبلع. ماما هذا التهاب لوزات، بدك انتي بيوتيك. يا فاتن شو قصتك انت؟ طول عمرك بتقولي انه عادل من حقه انه يتجوز. نحن تعودنا على عمو عادل لحاله مع نارا، لذلك في احساس بالصعوبه. كل شيء اسمه ونصيب. يسلموا نعيمه. يا ترى رح تكون منيحه مثل اختي ليلى؟ ايه بكره منعينها عن قرب، على الواقع يعني. لا هيك ما بيمشي الحال، لانه المقارنه ما بتنفع. شلون يعني؟ يعني انت اخذتي المرحومه ليلى هي مسطره، وبلشت تقيسي عليها. الحسبة هيك مو ظابطة من الأساس، لأنه المسألة ما هي استنساخ. عم بيقولوا حلوة وصغيرة. ومين هدول عم يقولوا لا؟ فاتن بلشنا؟
أهلين عادل. هي أول مرة بسمع اسمي منك بدون ألقاب. كيفك؟ مشتاق لك. فيني أعزمك اليوم على العشاء؟ بس ما صرنا زمان موضعين بعض. مزبوط، مايك حق، ما حلك تشتاقي لي. مو هيك بس. بس شو؟ خلص بكرة بنلتقي بالمكتب. طيب مثل ما بدك. زعلت؟ ايه. شو بدك تعشيني؟ سكالوب جوردون بلو وروكا سالادا، وبدنا كمان سبرينج رول وتشيز رول، هي بيعملوها طيبة كتير. شكرا، كفي. تعرفي لو ما شفتي علي وقبلتي دعوتي شو كان صار؟ كنت نمت بالعشاء. وحتالي واجبنا أستاذ. خبرتي أمي؟ لا لسه. فكرتك رح تخبريها فورا، يعني على الأقل لحتى تبرري سبب زياراتي المتكررة لعندكم. اقتراحك لجمني. اقتراحي؟ اي انه حماتك هي اللي بدها تيجي تطلب ايدي. اه معك حق، معك حق، لانك ما بتعرفيها. معك حق 100%، لكن صدقيني لما رح تتعرفي عليه هون رح تغيري رايك تماما. هون المشكله الثانيه، فكره اني اتعرف عليه هون. معك حق، بقدر افهم موقفك، بس صدقيني لما رح تلتقي فيهم رح تغيري فكرتك عنهم تماما. ما عندي فكره عنهم لحتى تتغير. بقصد الفكره المسبقه والجاهزه عن بيت احمل عريس الارمل، لانه ارمل وعنده بنت وبيت احمل. والله مشكله صعبه. طيب انت محلي شو بتعمل؟ بتركني. عن جد انا لساتني ما سالتك لهلا اذا كنتي موافقه ولا لا. ما انك عم تعمل معي على اساس اني موافقه. يمكن لانه بعتبر حالي عريس مناسب، ولا لاني كنت متزوج وعندي بنت وعندي بيت احمى وهلا ارمل، ما بحق لي اعتبر حالي عريس مناسب؟ طبعا بحق لك. مع اني كنت متزوج وعندي بنت وهلا ارمل. هدول كلهم على بعضهم عاملين لك جاذبيه خاصه. جاذبيه خاصه؟ طبعا، هذا بالاضافه لوسامتك وحنانك كمان. عن جد، لانك بتذكرني بابطال القصص الرومانسيه اللي كنا نقراهم بروايات الجد. هيك لكان. عن جد، ماما من زمان كانت تترجم كتب اسمها روايات عبير، لهلا لسه في عندنا كم وحده منهم، احيانا كنت اتسلى واقراهم. وانا شو بذكرك بالضبط؟ انت بتذكرني بذلك الرجل الذي لفحت الشمس ووجهه الجميل الحزين، وهو يمشي على الشاطئ اللازورتي فوق الرمال الذهبيه في تلك الجزيره المنعزله، يبحث في لجة البحر المتلاطم عن زوجته الجميله التي ذهبت بلا عوده وتركته يصارع أشباح الوحدة. حتى التقى صبية حلوة ظريفة وذكية، استطاعت أن تمسك بيده وتساعده على الخروج من وحدته بعد أن عجزت عن ذلك كل نساء الأرض. موافقة؟ بعد ما أتعرف على بيت حماك ولا اجيتي بتاكسي؟ ماما عادة بده يتقدم لي، طلب مني اني احكي معك. قبل ما تحكي معي، انت شو رايك؟ انا قلت له اني بدي افكر. بدك تفكري لحالك ولا بدكم تفكروا مع بعض؟ بدي افكر انا وياكي. كان ما في داعي لطلعاتك معه لبين ما تقرري. أنا ما رح أقرر لحتى أسمع رأيك. أنا بلك رأيك أم، بعدين أنت حرة. عادل شخص فيك كل المواصفات الجيدة، بس فكري إنك ما رح تتزوجيه لحاله، رح تتزوجيه هو وماضيه وذكرياته وبنته، وأنت لساتك صغيرة والفرص قدامك كتيرة.
يا ريتك قلتي شيء جديد يا ماما. أهلين سوسان. أنا بحبك كتير 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 كتير. عفوا عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة. بدك تنزلي يا خويفة؟ طول عمري بخاف من الفحص الشفايف. هلا انت بتخافي؟ انزلي انزلي يا محتالة. لازم نبدأ بجولة تعارف. عمي كريم من أطيب وأرقى الناس اللي ممكن تشوفيهم. أهلا وسهلا، شرفتي يا بنتي، تفضلي تفضلي. عمتي جميلة خانم، هي ست الكل. أهلين، أهلا وسهلا ومرحبا، تفضلي. هلا عدلاتي مالك بيك من تجار وصناعيين البلد المرموقين. مدام تفاتي ملكة الذوق والأناقة. عديلي نجيب، هذا أنا بسميه رجل الاستقامة والاستشعار عن بعد. أهلاً يا أختي. مدام تو مجدة. أهلاً، أهلاً وسهلاً. ست الصبورة بسميها دائماً أنا. عديلي برهم، هذا فحل من فحول الشعر العربي المعاصر. ومدام تو شادية من أهضب ما يكون. أما هي فنعيمة خانم، هي اللي مربية الكل. أهلاً وسهلاً حبيبتي. هلا هون بقى عندك شباب العيلة، نبدأ من عند مازن. هاي هاي هاي. ثم رامي. أهلا. بعدين صبايا العيلة، سوسو. مايا. هاي. بقى هون عندك آخر العنقود نارا حبيبة قلبي. كيفك نارا؟ كيفك حبيبتي؟ تفضلي سوسو، تفضلي. تفضلي يا شباب. تفضل عمي، تفضل تفضل. شرف شرف. عفوا عفوا عفوا. انا رح اقعد بمحلي.
تفضل. انت ما بيستغني عنك ابو مازن. عادل حكى لنا عنك وكمان نارا. مرحبا. اهلين. بنت حمي ناديه اصغر وحده مهتمه بقضايا المراه. يعني لو شفتك بالطريق كنت عرفتك لحالي من الوصف. انا دارسه تربيه وعلم نفس وحاليا مهتمه بدراسه علم نفس الجريمه والعنف ضد المراه. انا كمان كنت بدي ادرس تربيه وعلم نفس بس بعدين امي خلتني اغير رايي. نصيبك لحتى تتعرفي على عادل. شايفه يا نعيمه كل شيء اسمه ونصيب سبحان الله. عادل صغير عليه شوي ما هيك؟ يصطفل هو حر هلا صار حر. امبارح كنت عم تسوحي وتنوحي من زعلك على اختك الله يرحمها. غدا يوم اخر على راي سكارلت اوهارا. امبارح راح بحاله. امبارح راح بحاله؟ لوين دخلك؟ ذهب مع الريح. سكارلت اوهارا عجبتك؟ ما بهاشي. انت بتشوفيها حلوه؟ مو احلى من خالتي ليلى. وانت بتشوفيها حلوه؟ وين من حلوة بعدين عاجبة عمو عادل وهذا بكفي. أكيد عاجبة عمو عادل ولا ما وصلت معه إنه يعرفنا عليها. عادل بسأل ابني صحيح انا ما اجاني صبيان بس الله عوضني فيه ويلي بيحبه عادل بنحطه على راسنا مو هيك يا نبيله؟ طبعا طبعا وعادل وكل شيء مناحه على راسنا من فوق. تسلمي يا مرت عمي انت وعمي اللي على راسي من فوق. يعني ضروري كانت جايه؟ يعني مو لازم نتعرف على العروس؟ اولتها واخرتها بدنا نتعرف عليها. مالك شايفتيها قديش محرجه؟ ما قلت لي مين أحلى هي ولا المرحومة ليلى؟ يعني ما بتدري إلا تعملي مقارنة؟ مو مقارنة بس أنا حابة أعرف رأيك. تنتين حلوين هي حلوة شكل وهي حلوة شكل. يعني أنت شايفة حلوة؟ حلوة هي ما بها شيء الله يوفقهم. وبدك تكفي شغل بالمحاماة؟ إيه رح كمل. يعني رح تشتغلي أنت وسهري عادة بنفس المكتب؟ ما بعرف. لا شهدوا رح نشتغل كل واحد بمكتب مشان نوقف ضد بعضنا بالمحاكم. حلوة كتير عادي. مين هاي برهوم؟ انك تا عادي. ايه سلام. بس عروس لقطة معي مازن استحي شو بقى؟ هي رح تصير بمكانة خالتك الله يرحمها. يعني بكرة بدنا نعدي لها خالته؟ هي صحيح صغيرة وحلوة من عمرنا بس الاحترام واجب. دخيلك شو مهذب انت. شلون قهوتك حبيبتي؟ مثل ما بتشربوها. أنا راح أساوي القهوة. يسلموا إيديكي نعيمة. على علمك أبوكي راح يرتاح معك. على علمي. وأنتِ؟ أنا بدي أحافظ على علاقات دبلوماسية معها. بس أنا فكرتك صحبة معها. صحبة؟ لسه ما عرفت خيرها من شر. اسمعي نارا. أول ما بتحسي إنه معاملتها معك مكلب بتحمي حالك وتيجي لهون ما بتبقي معها ولا دقيقة. إي طبعاً لكن شو؟ مرتاحة للمحاماة؟ إيه كتير. ترى سوسن ما أنا محامية عادية ها؟ يعني أنا شايف مستقبلها مثل ما أنا شايفك قدامي، مستقبل مهم إن شاء الله. إن شاء الله. ما شاء الله، ما شاء الله. نبيلة خذوا وعطوا مع البنت منيح البك الاثنين حاطين روسهم بروس بعض ونازلين وشوشه قديه بتفكر عم نحكي عليها؟ لا انا عم بعمل جهدي بس هي هيئتها ملبكه وبتجاوب على قد السؤال الظاهر ما حبتنا. منين بدها تحبنا اذا لحد هلا ما حدا حكى معها ولا كلمه حلوه؟ يعني نحن سمعنا منها؟ انا عم بحكي مشان عادل مو حلو يحس انه ما مهتمين بعروسته. لا تخاف على عادل معاطي فرحته لحدا. على هوا ما قال لي عادل الوالد كان يشتغل بالتجارة ما هيك؟ ايه صحيح كان يشتغل بالتجارة.
رحمة الله عليه. لاحظ معي انه حكياتها قلال. هذا بسموه خفر العرايس. ولك يعني بعدين بتتغير؟ اكيد طبعا. الحمد لله طمنتني. حاكم انا كنت خايفه تكون عم تحط بيناتنا من هلا حواجز لحتى تحرمنا من فوتة بيت اختي الله يرحمها. لا بالعكس، بعدين بكره بتتغير. هيك قولتك؟ ايه ثقي بكلامي. انا حسي مرهف شاعر لانه وحدسي قوي. أكيد بعجبك. الأستاذ سالم نجمي بيقربك شيء؟ أي عمي الحقيقة كان زميلي بالجامعة، هو أكبر مني بشوي بس كنا أصحاب الله يرحمه. عمي ما توفى، أبي هو يلي توفى. لا يا ستي، الرحمة بتجوز على الميت والحي. حاصله سلميلي على عمك الله يطول عمره. أني لي بلا سكر معي. هاي أول وحدة. هدول البساطة. تفضلي. يسلموا لعمي. شكراً. قديش عمرك أنسة سوسان؟ 24 سنة. يسلموا نعيمي. صحتين. يسلموا يا نعيمة. تعرفي تطبخي؟ مو كل شيء. مو مشكلة أنا بعلمك. ترى مجدة طباخة عظيمة، ها مشان هيك عم تسألي. بس لو تدوقي السجقات والمقادم من تحت إيديها. سمعت؟ سمعت وما جاب شيء جديد. أمرك أبو رامي أمرك. تفضلي. تسلمي. وشعرك صباغ ولا طبيعي؟ طبيعي. لونه كتير كتير حلو. مو دائم. تفضل. ترى سوسن لعيبة الطاولة، ها معناتها لازم نحضر الطابق. بس ما راح يطلع لك مع عمي، ترى لاعب مر مؤلف فيها كتاب اصول الفك من خانه اليد. بتحبي الميوزك؟ طبعا. عندك ايميل؟ لا لسه. وشو برجك؟ برج الميزان. هذا برج النساء الجميلات ابو رامي. هذا تابع لمجموعه الثريا. ايه بس احذري، العام القادم عام مزدوج، يعني ممكن ما يكون فعل خير عليك كثير. افلاك. بتحبي الشعر؟ ايه كثير. توقعت انك تحبي الشعر. عندك اخوات بنات؟ وحيده. يعني مدلله. يعني سوسن بنت عصاميه. بابا شو يعني عصاميه؟ عصاميه جدوه، معناها بنت نفسها بنفسها. واشتغلت على بكير بابا. برافو عليك. سمعتي يا ناديا؟ يمكن لأني كنت مضطرة. ما في داعي تبرري سوسن، ماما عم تحكي مزبوط. أنا لهلأ ماني جدية بالموضوع. الشغل كتير مهم للبني آدم. دايماً على القهوة. صحتين وعلاف. صحتين. أنا رح أوصل سوسن وأرجع بالإذن. كيف لقيتي العيلة؟ مناح. يمكن صعب الواحد يكون انطباع من أول مرة، بس مرة على مرة رح تكتشفي قديش الناس طيبين وحبابين وبسطاء. أنا متأكد إنه رح تحبيهم. بهشي بس مالها احلى من بنتنا. انا حسيتها انها بسيطه وطبيعيه وما لها فزلكه مثل بنات هالايام. يعني مثلي انا وسوسو. بس حكياتها قلال كانه ما يعني شو بدها تحكي مع ناس هلا متعرفه عليهم. مو صغيره عليه ستي، طالما هي رضياني ذنبها على جنبها، خليها تتحمل تدفع ضريبه. فظيع انت اللي قلت هالكلام قبل ساعه. ايه قبل بساعه هداك، هلا نحن اولاد هاللحظه. المهم الله يوفقه، عادل بيستاهل كل خير. والله يوفقني كمان لاني رح اعيش معه. الله يعينها منك، انا من هلا شفقانه عليها والله. حرام عليكم يا جماعه، نار طفله معذبه. رح تدول امرين من مرت الاب. خلصنا يا اولاد، كثير شايفين هلا انه وقت المزح.
اهم شيء انه طلعت بتحب الشعر، اخيرا رح يصير لي زميل بهالعيله. طولوا بالكم شوي يا جماعه، لسه ما تعرفنا عليها منيح، بعدين بكير كثير لسه تعتبروها وحده من العيله يعني. عمو مالك معه حق. هلا شو ما حكينا ما رح يفيد، لانه عادل بحبها كيف ما كانت تكون. مرحبا نعيمة. أهلين. شو يا جماعة شو رأيكم؟ طمنوني. الله يقدم اللي فيه خير. لا عدود عود. خليكي فاتي خليكي. لا والله على بركة الله يا عادل. إن شاء الله بتشوف معها أيام حلوة يا عادل. الحقيقة بنت ما بتتعيب. إيه والله. مبروك سلفا صهري. البنت حلوة وفهيمة. وأهلا ناس طيبين وأوادم، وأنا بعرف عمها يعني كان صاحبي وأصغر منه أنا شوي. نحن اللي بهمنا أن تكون مرتاح ومبسوط يا عادل. تسلم تسلم يا ابو مازن، ان شاء الله بتفرح فيهم. صهري مالك حكى المفيد، نحن شو بدنا غير رياحتك؟ لك الله يديمك فوق راسنا يا ست جميله. ما سمعت راي ناديا؟ احساسي بيقول لي انك عرفت تختار يا عدول. لك تسلمي يا ناديا، ان شاء الله بيجي ابن الحلال بس اللي بيستاهل. الصبايا ما سمعت رايهم؟ كثير اموره، لابقين لبعض عمو. لك ان شاء الله بشوفكم بالفستان الابيض، انتوا التنتين. والشباب؟ رأيهم بيهمني كتير. طول عمرك مزوي يا عمو عادل. مزوي. أنا رأيي من رأي الكل، شو بيقولوا أنا موافق عليه. وشادية وبرهوم، ليش ساكتين؟ أنا حدسي كشاعر بيقول لي إنك رح تعيش أيام بتطير العقل يا عادل. كل شي تمام، المهم نضلنا أصحاب مثل أول. وأكتر يا شادية. أنتوا بالنسبة لي أكتر من أهل. أنا أهلي بعاد عني أكثر من 15 سنة، يمكن بالسنة ما بشوفهم مرة واحدة، بينما أنتوا بشوفكم كل يوم الحمد لله، وهذا الشيء ما بقدر أستغني عنه. يعني أنا بحس حالي إني محظوظ إني عايش بيناتكم، ومحظوظ إنه عندي هالصبية الحلوة هي. محظوظين فيك. تسلم يا عديم. أنت بسعر المرحومة ليلى يا عادل. أنت مثل أخونا. أي والله. وأنت غالي علينا كثير يا عادل. فرشي سنانك قبل ما تنامي حبيبتي يلا. ألو سوسان، انبسطي يا عمي، نلتي الاستحسان من الجميع. عظيم. اشتقت لك وبدي اشوفك هلا. ونارا فاتت تنام. معقول تخليها لحالها؟ لا الحق معك. طيب معناها منلتقي بكرة بالمكتب ومنتغدى سوا بعدين؟ إن شاء الله. بحبك. وأنا كمان. شكرا. سوسان انت شبكي اليوم مالك على طبيعتي؟ بحق لك بصراحة ومباشرة وبلا حركات هالمرة، أنا خفت. خفتي؟ بتعرف شو كان شعوري مبارح؟ حسيت إني ببلد غريب ولحالي، إذا بمشي خطوة فيه بضيع. بس العيلة كان رأيهم غير هيك، العيلة كتير حبوكي وحسوكي قريبة من القلب وحسو. عيلة مين؟ عيلتك ولا عيلة ليلى؟ مبارح وأنا عم أتأمل صور العيلة المعلقة على الحيط، شفت صورة ليلى، حسيت حالي غريبة بعيدة وحيدة. دورت عليك حوالي ما لقيتك. هذا يمكن لما رحت على المطبخ، ما هيك؟ على المطبخ ولا على الحمام بالنسبة لي ما بتفرق، لأنك رحت لمكان أنا بجهله، ما بعرف. تفهم علي؟ ما فهم عليكي، بس أنت شوي عم تهولي الأمور، ما هيك؟ يعني أنت إذا عطيتي فرصة أنك تتعرفي عليهم أكثر ويتعرفوا عليكي. ما بدي وماني مضطرة. أنا مبارح كنت غيراني منهم كلهم، لأنهم عرفوك قبلي وعاشوا معك أكثر مني،
بنفس الوقت أنا ما بقدر أطلب منك تكون إلي لحالي، بس أنا بدي إياك لحالي. ما بقدر إلا أخزق صور ليلى وماضي ليلى وذكريات ليلى، بس أنا بتمنى أنه ما يكونوا موجودين من أصلي. مبارح لما شفت نارا متحوطة بخالاتها ارتعبت، قلت لحالي وين أنا منه وشو أنا وشو بطلع قدامه. وعلى فكرة بنتك نارا دوقتني المر لحتى وصلنا لهون. كمان أنا ما بقدر إلا تبعد نارا عني، وما بقدر دوق المر كل يوم. عم تفهم علي عادل؟ أنا بحبك كتير، بحبك بس لحالك بدون ماضي بدون ذاكرة. ومو أنا يلي بتقبل تلغي ماضي تمحي ذاكرة. أنا مبارح ما نمت بالليل وأنا عم فكر. لشو وصلتي؟ الرجل الذي لفحت الشمس وجهه الجميل الحزين لساته عم يدور على زوجته الجميلة ببحر أهله وإخواته وبنته. الصبية الحلوة ما قدرت تنسي ولا بدها تنسي. الصورة كان عمرك شي يعني سنتين ونص، كان جده كريم حاملك، كان لسه في عنده شوية شعرات سودة بس. وهي ليكك هون عم تبكي لأنه عمته جميلة عم تمشط لك شعراتك، وستك كانت عم تطعميكي سريلاك مشان تسكتي، مع أنه كان عمرك شي 4 سنين لسه، بس بتخلص من لسانك. هي بابا الصورة كانت أمك محممتك ومطلعتك من الحمام وحاطتك هون. قديش كان عمري؟ يعني شي 6 شهور. وين؟ هي بمزرعة خالتي وفاتين، هي أول مرة بحياتك بتركبي فيها على حصان. هي خالتك نادية كان جايب بدلة الفتوة، وهي هون سوسو ومايا كانوا حاملينك، مع أنهم كانوا صغار كتير كنا نخاف عليك مشان ما يرموكي. وهي ها هي لك هي الصورة، هي حلوة، هي بعيد ميلاد مازن.